الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، سفير جمهورية كوبا باولوفيتش سكالونا ومساعديه، وتناول اللقاء أهمية توطيد العلاقات بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الشيوعي الكوبي، وأهمية الدور الذي يقومان به في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين الشعبين والحزبين. وأشار الزعيم علي عبد الله صالح إلى الدور الذي تلعبه جمهورية كوبا الصديقة بقيادة الرئيس راؤول كاسترو في توطيد علاقات الصداقة والشراكة في الرؤى وفي العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد حمل الزعيم علي عبد الله صالح السفير نقل تحياته للرئيس راؤول كاسترو. من جانبه أطلع السفير الزعيم علي عبد الله صالح على آخر التطورات في الوضع السياسي والاقتصادي في كوبا، كما ناقش سبل التعاون المشترك بين الحزب الشيوعي الكوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام وأهمية تبادل الخبرات من خلال استقبال وفود من الحزب الشيوعي الكوبي بصنعاء واستقبال وفود من حزب المؤتمر الشعبي العام بكوبا، وذلك بهدف مقابلة المسؤولين في الأحزاب. حضر اللقاء الشيخ مختار محمد القشيبي أمين عام حزب العمل ممثلا عن لجنة الصداقة اليمنية الكوبية.